تبارك الله، اللهم بارك. إخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أجواء ممطرة الحمد لله، تبارك الله، الشتاء اللهم بارك. المهم الإخوان، حنا متواجدين بمدينة أزرو بتاريخ 30/9/2022. حنا الإخوان صوروا معكم هذا الفيديو، هذا فلوك تذكرة الإخوان، اللهم بارك، البركة للعرض فقط. اللهم بارك، هاد البركة الإخوان ماشي للبيع، يعني الناس غادي يبدا تسول واش للبيع ولا غادي. حنا غير بغينا نشاركو معاكم الخروف، تبارك الله، نتا ياكلو الراحة، تبارك الله، تيطلع نهار على نهار، اللهم يسير. سلالة تمهديط الأصيل، هنا الإخوان هادي تبارك الله غير ديال لانوك، كاملة خروف ديال لانوك، اللهم بارك. هادو إن شاء الله الإخوان يتوجدوا العيد 2023، اللهم يسير. بالنسبة للمتتبعين الإخوان، غادي يشوفوا الفيديو ديالهم، راه كان قديم، كانوا غير صغيورين تبارك الله، ولكن تبارك الله كبروا، هادي تقريبا شي شهرين هادي باش كنت صورتهم، لا شهر ونص، ما كاملة شهرين تقريبا، كانوا صغارين بزاف. وتحياتي لكم وتحياتي للجميع. نتمنى الاخوان يعجبكم محتوى القناه. بالنسبه للناس يسولوا حساب الماكله والعلف، يعني لقت مع ما كاين ما يطرى على برا، هذا لقيت هذه في غالب الاحيان اغلبيه، يعني لا النعجه لا الخروف لا الحولي، كل شيء مربوط. كاين بعض الاخوان تيتصلوا بيا، يعني شنو حسب العالف، شنو ناكلو، شنو نديرو الغنم، شنو ناكلو الغنم. بالنسبه للاخوان، يعني في كل مدينه وكل منطقه وكل بلاصه شنو متوفر فيها. حنا هنا المنطقه ديال الاطلس اغلبيه تنعتمدوا على الفراج، يعني تيكون الفراج غذاء رئيسي، زيد عليها العلف عاوتاني كل باش يضرب داكشي اللي موفر ولا داكشي اللي متوفر، اغلبيه تخدموا داكشي اللي متوفر عندك في السوق. اللي متوفر عنده شي حاجه تيخدم بها. بالنسبه للعلف، يعني تقدر تخلط الشعير، النخاله، السيكالين، كل فاش يرتاح عاوتاني السيكالين، كاين اللي تيوكل اقسام، كاين اللي تيوكل علف الساحل، كاين اللي تيوكل علف المغرب، وتبارك الله راه كل عاوتاني التعامل، كاين عاوتاني اللي تيدير اقسام على حساب المصارفة، عاوتاني كاين اللي تيدير الساحل على حساب المصارفة، يعني الشركة تتعامل معاهم، اللهم يسر. هنا هذا الخروف هذا الاخوان كيما شفتو فيه واحد الحبوبة، صراحة هاد الحبة هذا الاخوان يعني ما لقينا ليه شي حل، ما عندوش صراحة شي حل، تما كيما شفتو وحدة راه على اليسر باريا، وهادي اللي علي من العاد طرطقات، وهذا هو الإشكال الوحيد اللي تيقع الفلاح. وتبارك الله عليكم، اللهم يسير. المهم الإخوان، تنهضرو على حساب العلف، بالنسبة للعلف قلنا كله يخدم بداكشي اللي متوفر عنده في المنطقة ديالنا. حنا هنايا الناس ديال الأطلس كيما شفتو راه كاين إقبال على حساب لونسيلاج، كاين الناس تتسولو واش تتعلفو لونسيلاج. صراحة الإخوان يعني كاينين الناس اللي خدمو بيه العام الفايت وجربو وخدم لهم مزيان، هو مزيان بالنسبة للنعجة الوالدة، يعني واخا تكتر فيه ماشي مشكل. بالنسبة للخروف راه تيعطيوه، حتى الخروف تيعطيوه بواحد النسبة قليلة. بالنسبة عاوتاني للتبن مطحون، حنا متخدموش بالتبن مطحون كيما قلتلكم، حنا تخدمونا بالبال البريساي اللي تتعطينا البال، داك البال المربع. التبن مطحون ما قليل، واحد النسبة قليلة اللي تيطحن هنايا التبن،
كاين واحد النسبه قليله ديال الناس عاوتاني اللي شاريه البروايور وهذه تطحن به، واحد النسبه قليله. يعني في اي منطقه اللي بغيت نوصل لكم الاخوان، هو الواحد يخدم بداكشي اللي متوفر عنده، لا بالنسبه لاي كسيبه كيف ما كانت واي منطقه. يعني لقطرة صعيبه والصير الانسان تيلعب على حساب الصير، الواحد خصو يعني خصو يلعب على جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى الكسيبه تبقى عنده نقيه وزوينه مزيانه ما يكونش فيها الضعف، ويلعب على الاقتصاد، يحاول ما تاكليش بزاف، يلعب ما بين 3 دراهم حتى 5 دراهم في النهار. هذا الا كانت تخرج شويه، والا كانت غير مربوطه راه ما غاديش تكفيها 3 دراهم في النهار، ولا 5 دراهم ما تكفيهاش النهار كامل، راه ما تكفيهاش 5 دراهم. والله يدير الخير وتحياتي لكم. هم الاخوان تبارك الله عليكم، كما شفتوا حنا درنا معكم بلوك تبارك الله مع هذه البركه هذه، وليتي تفرج عليكم في الفيديو يدعي بتيسير والله يسخر الجميع.